السلام عليكم. في هذا الفيديو غنهضروا على واحد الفيشي اللي هو مهم جدا بطبيعه الحال اللي كنلقاوه ملي كنكريو لو بروجي ديالنا ASP.NET Core. دونك الا مشينا للبروجي بيان سور دونك كنلقاو ان اونصومبل ديال الفيشي منهم واحد الفيشي اللي كاين في البروبرتيز اولا في لي بروبريتي ديال لو بروجي ديالك بيان سور. الا كليكيتي على لي بروبريتي هنا دبل كليك هيعطيك لي بروبريتي ديال الفايل ديال البروجي ديالك. مي اللي كيهمنا كيهمنا واحد الفيشي اللي هو داخل هاد البروبرتي اولا هاد الفولدر بطبيعه الحال اللي سميتو launchsettings.json. دونك هو عباره على جيزون فايلز سامارش. دونك هاد الفيشي اللي هو جيزون الا حلينا بطبيعه الحال غنلقاو فيه دي زانفورماسيون عندهم علاقه باش بليبرجمون اولا بالهوستينغ يعني اولا بالبابليشينغ. دونك الا جيتي غتلقى دوزياس سيتينغز غتلقى فور اكزامبل بورت نمبر غتلقى بيان سور البروفايل عندك جوج ديال لي بروفايل عندك اما دوزياس اكسبريس اولا البروجيكت بيان سور. دونك باش نكونوا باش نديروا كونكلوزيون هاد الفايل هذا كنخدم به ملي كنكون خدام او مود ديفلوبمون. دونك كيتخاد اون كونسيديراسيون او مود ديفلوبمون سا مارش حيت اللايف سايكل ديال لابليكيشن ديالك اولا لابليكاسيون ديالك كدوز من 3 ستيب. الاولى اللي هي ديفلوبمون، ثانيا اللي هو لا فورماسيون اولا كنسميوها ستيجينغ يعني كنديروا المرحله ديال لو تيست، ولا ثوازيام بارتي اولا لا ديرنيير بارتي كيدوز لا برودكسيون سا مارش يعني كتحط وصافي يعني لي كليون كيوليو يدخلوا ليه يعني سي دي سويت. مزيان دونك هاد الفايل هذا وقتاش كيتخاد اون كونسيديراسيون في الديفلوبمون يعني اون فوا كدوز البرودكسيون ما كيبقاش يتخاد اون كونسيديراسيون. الوغ ملي نبغيو بيان سور هاد الفايل هذا اولا هاد الكونفيغوريشن فايل نديروها اون مود برودكسيون خصنا نحطو هاد لا كونفيغوريشن او نيفو ديال appsettings.json سا مارش. ما علينا بيان سور appsettings.json نهضر عليه حيت كاينين جوج launchsettings.json والappsettings.json اسم على مسمى كيف ما كتلاحظوا launch يعني عنده علاقه بلو لونسمون ديال لابليكاسيون ديالك يعني فين تابرجا لابليكاسيون ديالك. تري تري بيان. دونك اللي جينا بيان سور غنلقاو هنا جوج ديال لي بروفايل. دونك عندي دوزياس اكسبريس وعندي لومبلوي مانجمنت. دونك لاحظوا معايا بيان سور الا مشينا على البروجيكت نيم ديالنا ودرنا ايديت بروفايل اولا ايديت فايل بروجكت غنلقاو بلي انه اوت اوف بروسيس غنردو بيان سور باي ديفولت اللي هو ان بروسيس. دونك بيان سور وغنجي غندير ديماري باش دوزياس اكسبريس. دونك الا مشيت درت بيان سور ديماري كيف ما شفنا في لي فيديو وشفنا الفرق ما بين ان بروسيس والاوت اوف بروسيس وهضرنا على الاكسترنال اكسترنال سيرفر والانترنال سيرفر دونك اولا لو سيرفر انترن ولو سيرفر اكسترن. دونك غتلقاو بلي انه كيديماري دوزياس اكسبريس وما نشاوش بلي هادشي بيان سور لافيشاج ديال بروسيس نيم درناه او نيفو ديال الميثود كونفيغ اللي كاينه في الفايل ستارت اب اولا ستارت اب. دونك لاحظتوا معايا بلي هو البروسيس نيم هو اللي كان افيشيو. دونك لاحظوا معايا دابا الى جيت ديريكتومون وافي وجيت درت لو لونسمون باش ب امبلوي مانجمنت بروفايل اللي بيان سور الى مشينا لانش دا سيتينغ هذا هو البروفايل ديالنا اللي سميتو بروجيكت اللي هي الكوموند نيم. الكوموند نيم هو البروفايل ديالي بطبيعه الحال. دونك لاحظوا معايا لانش براوزر ترو والانفيرونمون فاريبل. دونك عندنا واحد الانفيرونمون بيان سور غنهضروا على هذه الفاريبل هذه اللي هي ديفلوبمنت ديفلوبمنت بطبيعه الحال. وهنا كيعطيك البورت نمبر واليو ار ال وما نساوش بيان سور هنايا كاين الاس اس ال بورت كاين الابليكيشن يو ار ال بيان سي دي سويت. دونك اين الانسومبل ديال لي زانفورماسيون عندهم علاقه بالبابليشينغ اولا بلانش ديال الويب ابليكيشن ديالك. دونك دابا لاحظوا معايا الا مشيت درت كونترول اف 5 ودرت ليكزيكيسيون فوالا الا لاحظتوا معايا بلي انه دار ديماراج لمن السي ال اي الكوموند لاين انترفيس ودار لانش مولاش الكيسترال سيرفر لاش داكشي علاش عطاني امبلوي مانجمنت. دونك دابا انا درت لاش درت لانش لاش الكيسترال سيرفر ديالي بطبيعه الحال ابارتير مناش من فيزوال ستوديو. دونك الا مشينا بيان سور السلايد ديالنا الا جينا الكوموند نيم فور اكزامبل كانت عندنا بروجيكت وشفينا الاي اس بي نت كور هوستينغ موديل وما درناش هوستينغ سيتينغ اني اورد فور اكزامبل. مثلا جيت هنا لاحظوا معايا حيت قلنا باي ديفولت باي ديفولت غادي ناخذوها اون كونسيديراسيون انه ان بروسيس. دونك نقدر بيان سور نحيد هذه بطبيعه الحال وندير دابا لو لونسمون ديال لابليكيشن ديالي هو غيدير لها لو لونسمون بالكيسترول كيف ما كتلاحظوا معايا هو دار لها لو لونسمون ديالي بطبيعه الحال على البروسيس نيم اللي سميتو امبلوي مانجمنت دوت اكزي. مزيان دونك الى رجعنا بطبيعه الحال السلايد ديالنا غنلقاو بلي ان كنديروا الران على من على الكيسترال او السيرفر كيسترال. دونك هذا هو الانترنال والاكسترنال ويب سيرفر صافي ماشي يكون
only on web server. تنكو الويب سيرفر واحد ما كيكونش عندي واحد reverse proxy server. دونك ما كيش واحد reverse أو لا واحد l'intermédiaire entre le server كسر. دونك فهاد options هاد. إلا بشي ندرنا بيان سور 2ZS Express وكان عندنا in process بيان سور كيدار only على الويب سيرفر اللي هو 2ZS Express كيف ما شفنا. مي إلا مشينا درنا 2ZS Express ولكن درنا ليه out of process. ملي كنقولوا ليه out of process الانترنال سيرفر شكون هو؟ هو الكسر ولكن الاكسترنال هو 2ZS. سامارش؟ مزيان. أما بيان سور إلا درنا ليه لونسمون على 2ZS وكان ان بروسيس كيكون سيرفر واحد اللي هو 2ZS بطبيعه الحال وغنشوفوا كيفاش نابيرجيو لابليكاسيون ديالنا في لو سيرفر 2ZS اللي هو انترنت انفورميشن سيرفيسز. دونك اون كونكلوزيون الفيشي ديالنا اللي هو لانش سيتينغ عنده علاقه بلو لونسمون ديال لابليكاسيون ديالنا او الهوستينغ ديال لابليكيشن ديالنا وكيتكون من تو بروفايلز. البروفايلز اللي هو 2ZS اكسبريس او بروجكت سا ديبون بيان سور باش تخدم. و بيان سور سا ديبون واش غدير ليها ان بروسيس بيان سور اللي هي باي ديفولت اللي هي الاي سبينيت كور هوستينغ موديل واش هاد الفاليو غتكون ان بروسيس ولا اوت اوف بروسيس. دونك الا كانت اوت اوف بروسيس بيان سور راه غنخدموا بالكسرال سيرفر. الا كنا فور اكزامبل خدامين باش بالبروفيل اللي هو 2ZS اكسبريس سا مارش غيدوز على جوج ديال الويب سيرفر كيف ما شفنا بطبيعه الحال. دونك قلنا الا كان ان بروسيس ودرنا 2ZS اكسبريس بيان سور غيخدم على سيرفر واحد اللي هو 2ZS Express. اما الا كان 2ZS Express وكنا دايرين هنايا out of process ضروري ما غيكون عندنا في لو سيرفور انترن اللي هو الكسرل ولكن في الاكسترن غيكون عندنا 2ZS Express. اما بيان سور الا كان عندنا درنا الهوستينغ على البروجكت الكوموند نيم اللي هي بروجكت اللي هو الامبلوي مانجمنت اللي عندنا اللي هو السمي ديال البروجي ديالنا كيدار له هاد البارامتر بيان سور كيدير له انيو وكيدير له ليبرجمون على سيرفور اللي هو الكسر اللي كيلعب الدور ديال انترن والاكسترن از ذا سام تايم. دونك هادشي اللي كاين في لا فيديو نتلاقى في لا فيديو الجايه.